هذا براسه باش نجيب. اه ماشي مشكل اخر. السلام عليكم خوتي، كيف بقيتو؟ مزيان، اموركم هانيه، كل شيء بخير، كل شيء في امان الله. تصبحوا وتربحوا نتوما باحسن الاحوال واحوال جيده يا ربي. شوفوا خوتي، انا جبتكم دابا الواتساب ونوريكم واتساب عندك هي بس في الغيس، نوريكم ان شاء الله واتساب. ما ماشي نزولوا البقوله، عندك طايحه تما. زيدي غازي، زيدي زيدي. انتم خوتي على مناظر، خلفي شارفه. ماما تقولي لي شارفه. انا غادي نحيدوا البقوله ان شاء الله، نشاركوا معاكم كل شيء ان شاء الله باذن الله. انتم كما كتشوفوا وانتم معايا خوتي، ما تمشيو فين. شوفوا خوتي، شوفوا انا نوريكم الورد. شوفوا الورد الصفراء، شوفوا على مناظير. هذا راه واتسبو، انتم هذا واتسبو. رهيبه هي والوالده في الماشين. عندك طيحة هايبة، هيبة عندك تزيد الواد طيح فيه. مال غي سيري سيري وطلعي من تما، سيري سيري، راه الطريق مسقدة، انتي فيك الخوف. هذا خوف كله فيك يا سيري. ها هو واتساب خوتي، راه كبير هاد الواد، راه محدودش. ها الطريق من هنا طلعي فيه، غتولي طلعي مليه. ها الطريق فين هي؟ زيد اطلعي من الطريق من هنا، انا غنولي نضربك ونوريك حماره. سيري اطلعي واطلعي، حيدي منك هادشي. هذا بنت كتخاف غير منه. اين هو هذاك؟ ما لقيناش، غنولو نبقلو تما حدانا. نعم بغينا نجي ونشوفو. انتم اخوتي ما تمشيو فين، خليكم معايا. هيا اخوتي الوالده في كتبقل، شوفوا الدنيا شحال خضراء شحال غزالة. هانتوما كنزولو البقولة. خليكم معايا ما تشوفي. شوفوا اخوتي، شوفوا هادشي كامل راه دلاح اللي كتشوفوا حتى دوك. انا نقربكم الكاميرا،
هذاك الشيء اللي كيبان، كيبان لكم بيض راه دلاح. هانتوما شوفوا الدنيا شحال خضره، مناظر مناظر ما غنعاودلكمش عليها. شوف شوف شوفوا تبارك الله، ما كرهتكمش تكونوا معايا. شوف داك الشيء كامل راه دلاح اللي كتشوفوا. هي هبه هبه راه قاسه كتلعب عاجبها الحال. شوفوا هاد اللحات، شوفوا هو الدلاح، هذا راه الدلاح. تبارك الله شوفوا البقولة، شوفوا هاد البلاصة اللي كتبان لكم، هذاك راه البلاصة الصفراء راه تبارك الله ما شاء الله. في تما كتمشي كتجلس تما واحد المنظر رائع ونوار، عرفتي وكيبان لك كل شيء من تما. شوف اخوتي شوف شوف اخوتي الدنيا كي دايره تبارك الله، الدنيا خضراء. ماما عرفتي تخيلي شنو لقيت؟ شنو لقيتي؟ شوف هادشي هادشي ما شاء الله، هادشي راه دلاح. هانتوما هانتوما طلقوا لي عينيكم، ساروا معايا ولو واخا غير في الفيديو بعدا، راه شي حاجه ما دايراش، شي حاجه اللي كتمتع القلب. وما نطولش عليكم اخوتي الفيديو، وتهلاو في راسكم، فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، مفاجاه اخرى ان شاء الله غادي نصور لكم جميع ما كاين ان شاء الله في واتسبو. يلا اخوتي تهلاو في راسكم.